طارق شوقي وزير التربيه والتعليم قال ان طلاب سنوات النقل من رابعه ابتدائي لتانية اعدادي هيعملوا اختبارات شهريه مجمعه، والامتحانات تمت بنجاح في الترم الاولاني وفي شهر مارس، وكل اللي فاضل شهر ابريل ومايو وينتهي العام الدراسي بالنسبه لهم. قال الوزاره بتحارب عشان نستكمل العام الدراسي وبتوفر كل الوسائل مع الاخذ في الاعتبار طبعا خوف الاهالي، وده كلام مشروع، من التاثير بتاع الكورونا على الاولاد وعلى المدرسين. وقال كل الافكار دي عشان نتعامل مع ظروف استثنائيه. الوزير فسر سبب اهتمام الوزاره باستكمال العام الدراسي وقال ضاع حوالي 6 أو 7 أسابيع السنه اللي فاتت، والسنه دي انتهينا من 14 اسبوع من اصل 33، واي نداءات للاختصاص من العام الدراسي الحالي فيها اذى كبير على الطلاب، ومهما عملنا مش هنقدر نوصل لاكتر من 24 اسبوع من ال 33، ومش كلهم حضور مباشر. خلينا نعرف راي معالي الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني عن هذه الموضوعات. برحب بحضرتك، اهلا وسهلا. اهلا بك، اهلا مع الوزير. يا يعني معالي الوزير، يعني معلش انا مندهش شويه حضرتك. طب ما هو ما اريح ما عليك ان انت تلغي العام الدراسي يعني، وتريح نفسك وتريح ناس في الوزاره وتريح المدرسين وتريح الاداريين. هو فعلا في مقاومه شديده للدرجه دي ضد استكمال العام الدراسي من اولياء الامور؟ بالتالي حضرتك تقدر تتابع، طبعا كلنا متابعين ما يحدث على مواقع التواصل، ولو ان دايما انا بقول مواقع التواصل تمثل جزء صغير من الناس، انما هم احترفوا سياسه الصوت العالي على هذه المنصه. احنا بنخدم من يريد ان يتعلم الحقيقه، وطبعا زي ما حضرتك شايف استاذ، حضرتك حطيت صباعك على المرض الرئيسي. المرض الرئيسي انه اعتقد يعني في ال 30 سنه اللي فاتوا حصل تجريف لفكره التعليم عند كثير من اللي في المنظومه، واصبح شيء اخر، يعني اصبح مش حق في تعليم مجاني جيد قد ما هو حق يراه بعض الناس في النجاح بلا اكتساب مهاره، فهو يرفض التعلم ويرفض التقييم في نفس الوقت. وبالتالي السؤال اللي انا عاوز اساله له، امال حضرتك ايه المفهوم، يعني ايه المفهوم عن موضوع التعليم اذا كان مش هنتعلم ومش هنمتحن، وفي نفس الوقت ارى في نفسي اني اطلع للعام الدراسي اللي بعده، يبقى اذا احنا بنتكلم على ايه؟ فهو طبعا في الدنيا كلها المساله اوضح من كده، وطول عمرنا يعني الناس بتتعلم تكتسب فعلا قدر من المعارف والمهارات وبعدين بتقيمه وبعدين تديله شهاده. انما اللي حاصل انه في وجود كورونا حطت ضوء كبير على مشكله عندنا في الوعي لدى الكثيرين الحقيقه، وده اللي عامل المقاومه. فالمقاومه لاي نوع من التعليم الحقيقي، يعني هو كان في وسائل في السنوات اللي فاتت ان انا اطلع للسنوات التاليه بدون تعليم خاص، كلنا عارفين الوسائل دي. فلما حطينا ايدنا عليها وابتدى يبقى في احتياج حقيقي بقى ان الناس تشتغل وتذاكر وتتعلم وتتقيم بجد من غير غش او تحايل، اصبح في المقاومه اللي حضرتك شايفها ممن يعتاد شيء اخر. طب يعني معالي الوزير، معلش، يعني صاحب المصلحه هو التلميذ وولي امره، هم اصحاب المصلحه الاساسيه والرئيسيه قبل حضرتك حتى، يعني حضرتك موجود لخدمه مصلحتهم دي. بس بجد مش قادر اتخيل، يعني الناس بتقول الغي الغي ونجح وخلاص، ولا الغي والولاد يعيدوا السنه؟ لا، ما بيقولوش يعيدوا السنه طبعا، بيقولوا الغي ونجح. ده من قبل الترم الاول ما نعمله حد، ده من اول السنه خالص. يعني هذه النداءات اللي حضرتك شايفها، قعدنا في البيت وامتحنا في البيت، اللي هو يعني هنغشه كله ومش عاوزين نتعلم ولا اي حاجه خالص. مش طبعا ده ما ينطبقش على كل الناس، بس احنا بالارقام اعتقد ان اللي احنا بنقوله ده ينطبق على 80%، فهو رقم كبير جدا. 80% من اولياء الامور عايزين كده؟ 80% من اللي بيجي ياخد الخدمه دي مختلط عليه ما هو التعليم، يعني هو يا اما عاوز
الى قدر حد ما، بس هو بيخدم على الامتحان بس، يعني هو مش بيحاول يتعلم، هو بيحاول يعرف الامتحان جاي فين عشان يحله فقط، والتاني مش عاوز خالص. وبالتالي اي محاوله انك عشان كده مش بيشكر لما تعمل له منهج جديد او تعمل له منصات او تعمل له قنوات، هو معتبر ده عيب مش مساعده، لان هو بيحاول يلاقي اقصر الطرق الى هدف الحصول على الشهاده دي، وشايف ان الباقي كله ده مش مهم خالص، لا نتعلم ولا نمتحن ولا اي حاجه. فالقضيه الرئيسيه هي محاوله استعاده التعليم اللي تم اختطافه بواسطه الافكار دي. يعني في فرق بين ان انا ادي تعليم مجاني بمستوى جيد كل حاجه، وبين ان انا اتخيل ان ليا الحق ما دام انا موجود انجح بلا اي مهاره. ده الحقيقه اكبر مشكله. يعني احنا عملنا مناهج وعملنا منصات وعملنا امتحانات الكترونيه، انما لما يكون ما عنديش الرغبه في التعلم هنا بقى في مشكله. طبعا ده ما ينطبقش على الكل، بس عشان نحدد فيه. بس هي نسبه مفزعه اللي حضرتك بتقولها، نسبه حقيقي. يعني افتكرت حضرتك هتقول لي 8 مش 80، فقلت في صفر جه زياده كده. بص يا استاذ، لما عملنا امتحانات الكترونيه في المدرسه، اللي عملها بامانه مغشش لا يزيد عن 20%. وده يدينا جرس انذار، هو يعني ماذا نتخيل؟ يعني احنا بنديك فرصه وتتدرب وعاملين كل اللي نقدر عليه، ومسهلين الامور جدا جدا جدا، وعاملين، وفي الاخر بيهدر الفرصه دي في سبيل انه ياخد نمره مش من حقه. وده يعني مشكله كبيره جدا. بستغرب لما الناس كمان يصل بيها انها توجه صوابع الاتهام للوزاره كان دي غلطه الوزاره. احنا مش هنجيب قوات مسلحه عشان لازم عندنا احنا نفسنا الرغبه ان ده ما يحصلش، وان انا ابقى فاهم ان ده مش مصلحتي. بس لعلنا بعيدنا قوي عن النقطه دي، فاحنا محتاجين نعيد النظر فيها بكل تاكيد. يعني طب معالي الوزير، يعني انا عارف ان انا كلامي انا مش هيعجب الناس، بس خليني اقول قناعاتي انا الشخصيه وكلام اللي دار بيني وبين حضرتك يمكن من اكتر من 3 سنين، مع بدايه التجربه اللي احنا بنتكلم عليها، يمكن دخلنا على 4 سنين النهارده اهو بنتكلم فيها. وقلت لحضرتك ارجوك استمر وما تتوقفش وما تخليش الناس تثنيك. لكن من كذا يوم، من اسبوع او اكتر شويه، لقينا او انا استشعرت ان حضرتك لما قررت انك تعيد الامتحانات الورقيه، ان حضرتك رضخت لضغوط الناس وتخليته. حتى كان ده عنوان الكلام اللي انا اتكلمت فيه مع المتخصصين، وقلت هل تخلى وزير التربيه والتعليم عن حلمه؟ تخليت عن حلمك يا معالي الوزير؟ لا اطلاقا. هو في خلط يا اسامه في موضوع الثانوي بالتحديد، طبعا بنحاول نشرحه كتير. الحلم هو استعاده التعليم زي ما احنا بنقول، والوصول الى حد لما بياخد شهاده نبقى احنا متاكدين ان الشهاده دي بتعكس قيمه معينه او مهاره معينه حقيقيه. فلازم عشان تبقى كده اكون عرفت اوصل له المعلومه وعرفت اقيسها. القضيه بتاعت التطوير في المرحله الثانويه، التطوير الاساسي بيحصل في ابتدائي. فالحلم المصري في بناء نظام جديد ماشي من كي جي 1 وصل لثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي خلصت، وهي الحقيقه هتبقى طفره كبيره جدا، ودي كله ماشي زي ما هو مخطط. ما انا سالت حضرتك وقتها قلت لك طب ما حضرتك كنت بتطور التعليم، عليك من ده بكامل دخلك في الثانوي؟ فاكر حضرتك سؤالي ده ايه اللي دخلك في الثانوي؟ ما كنت حضرتك مشيت في الابتدائي ولا كان حد اعترض ولا كان حد عمل. فحضرتك قلت ان سياده الرئيس بنفسه قال ان لا، من حق اولادنا اللي في ثانوي اننا نلحقهم هم كمان. بالظبط، والثانوي والاصغر منهم الاجيال اللي هي ما لحقتش النظام الجديد. فحضرتك في ملايين في المنطقه دي، كل اللي بنحاول نعمله ننتقل بيهم من ثقافة التخديم المطلق على الامتحان إلى إن هم يرجعوا تاني شوية شوية يفتكروا إن إحنا كنا جايين أصلا عشان نتعلم حاجة فعلا، وعشان ندفعهم إلى هذا غيرنا طبيعة الأسئلة من أسئلة كانت مصممة تقيس القدرة على استرجاع المعلومة إلى امتحانات بتقيس فهم مخرج التعلم اللي كان مستهدف. التغيير الرئيسي والتطوير في ثانوي هو الجزء ده، هو البنوك الاسئله الجديده اللي بتتم بمواصفات مخصوصه جدا
عشان تقيس اكتساب المهارة من عدمه. ده الحلم بتاعنا في الموضوع، عشان اساعد الولاد على التحضير لامتحان بهذه الكيفية. وهو كان طول عمره بيحفظ، كان لازم اديله محتوى غير كتاب المدرسة. فعملنا جبنا محتوى من الشرق والغرب، فصلناه حطيناه على ليرنينج مانجمنت سيستم دي موجودة على التابلت وعلى منصات وعلى كل الوان المحتوى الرقمي المساعد الاضافي، علشان الولد او البنت يفهموا المخرج اللي هو هيمتحن فيه بقى. والله يفهموا من الكتاب خير، فهموا من حاجه من دول يبقى كويس جدا. المهم يفهم. التابلت جبناها علشان نضمن ان كل طالب الفقير والغني يستطيع الوصول الى هذا المحتوى، عشان يضمن التكافؤ، مش عشان نعمل عليها الامتحان. كنا بنعمل عليها الامتحان دي فكرة مصرية بحتة، احنا اخترعناها علشان نقلل العنصر البشري فيه، ونقلل الكنترولات والتصحيح والمشاكل الإدارية دي برضو، علشان ناخد نتيجة قدر الإمكان معبرة. بس ولكن يبقى محور التطوير في الثانوي هو الأسئلة نفسها والمحتوى اللي بحضر منه. كل امتحان يبقى على سطح تابلت او ورقه ده صيام، ده هو نفس السؤال. يعني احنا بنختار نعمل ده امتى وده امتى. احنا جربنا طبعا، احنا عملنا حوالي 14 مليون الكتروني من حوالي اسبوعين. المشكله انه الولاد في هذا الامتحان زي ما قلت لحضرتك اكثر من 80% تحايل على هذا بكل الطرق. نقدر نوقفه؟ نقدر نوقفه، بس تكلفه كبيره جدا. التكلفة لا تتوازى مع ان ده امتحان شهر في الاخر والدنيا كلها قافلة، احنا بس عندنا كورونا، فمش وقت ان احنا نجيب قوات امن بقى ونعمل تجهيزات زي بتاعت الثانوية العامة. فعشان ناخد تقييم من الولاد نفسهم مناسب ونفرق المجتهد على غير المجتهد، قلنا طيب نسأل نفس الاسئلة بس على ورقة بقى، مش نسأل أسئلة زمان، نسأل أسئلة جديدة اللي كانت هتيجي على التابلت هي هي، بس على ورقة وهنراقبه بشكل معين بحيث نقطع الطريق على الغش الإلكتروني. ليه؟ علشان محتاجين قبل ما العام الدراسي يخلص لهذه الدفعة نعرف مستواهم الحقيقي. واللي ما كانش بيحضر وغش في الامتحان لازم يعاقب طبعا. طب يعني حضرتك السنة اللي فاتت، حضرتك السنة اللي فاتت كنت شكرت أولياء الأمور اللي جاوبوا مكان ولادهم وقلت لهم ولادكم مش هينجحوا، نجحوا السنه اللي فاتت؟ لا بص، احنا ما نقدرش ننجح او نسقط حد بلا قرينه يعني، والا ندخل بقى في ايه؟ قضايا وحاجات كده. احنا زي ما اتفقنا هو في مشكله في وعي كثير من الناس بما نفعل، فبالتالي والعدد كبير، فكان لازم عشان ال 10 او 15 او 20% الشطار اديهم حقهم، لازم نجي لنا تقييم عادل توازي. فكان لازم نعمل ده، ملوش دعوه خالص بفكره التطوير في الثانوي. وبدليل ان احنا حضرتك هتشوف في اخر ابريل وفي الشهور اللي وراه هنعمل ملحمه كبيره جدا، امتحانات الكترونيه للثانويه العامه. فاحنا ماشيين على نفس الخط وكل حاجه، بس ما يعني ما كناش عاوزين نعمل نفس الملحمه دي لاولى وثانيه ثانوي، اللي هو الهدف منها التدريب البحث يعني. فلمن يريد ان يتعلم هيحل السؤال على ورقه، وهي هي بالظبط، ما تفرقش معاه هو طالب، ما تفرقش معاه خالص السؤال كان على التخته ولا على ورقه ولا على الشاشه. فهذا الجدل الغريب، الناس تشتكي اصل السيستم وقع، بعد كده تقول له اعمله لك ورق يقول لك لا انا عاوزه على التابلت، تقول له تابلت يقول لك عاوزه ورق. فبالتالي هو ما تفرقش كده ولا كده، قد ما هو اللي بيفرق فعلا السؤال، وهو مستمر وبالتالي لا تراجع في اي شيء. نعم على الاطلاق. طب حضرتك بتقول امتحانات الثانويه العامه على التابلت، والنهارده انا شايف ان لجنه التعليم في مجلس الشيوخ رفضت التعديلات اللي الحكومه طلبتها على بعض احكام القانون، من ضمنها موضوع الامتحان الثانويه العامه على التابلت، ومن ضمنها ان يبقى فيه تحسين، وقالوا ده بيعيق تكافؤ الفرص. لا احنا ما قدمناش القانون ده لمجلس النواب ولا مجلس الشيوخ، يعني ما دخلناش معهم في الحوار ده خالص. قد تكون اراء لبعض النواب بس احنا انا ما سمعتش عنها الحقيقه خالص. اصل هو الخبر اللي موجود بيقول انه مجلس الشيوخ، لجنه التعليم في مجلس الشيوخ
رفضت القانون اللي احيل ليها من مجلس النواب اللي كانت تقدمت بيه الحكومة، وكان فيه ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وممثلين عن وزارة العدل حول الموضوع بتاع إتاحة الامتحان الكترونيا وعودة التحسين في بعض المواد، وان نظام الثانوية العامة يتحول الى نظام 3 سنوات. لا لا، هو اولا يعني اللجنة دي ما حضرتهاش، فبالتالي بقدرش اعلق عليها، احاول اشوف يعني المعلومة دي الحقيقة فيها فين. ولكن احنا مش محتاجين مجلس النواب او تغيير في القانون عشان نعمل الامتحان الالكتروني خالص. التغيير في القانون في حتة معينة فيها فكرة ما يسمى المالتيبل فورمز، اللي هي امتحانات متساوية في الصعوبة ولكنها مختلفة الأسئلة. ده الجزء اللي محتاج تعديل في القانون. فكرة التراكمية دي فكرة للمستقبل البعيد، ما تخصناش دلوقتي خالص. لو طبقت تطبق على في الإعدادية، فما فيش بالنسبة لنا حاجة تستدعي الوصول إلى البرلمان عشان الامتحان يبقى إلكتروني أو ورقي. نعم. يعني إحنا بص، امتحان الثانوية العامة هنعمله إلكتروني زي ما قلنا بالظبط. وطبعاً كل محاولات في ناس مصالحها متعارضة مع الكلام ده. وبالتالي وحضرتك سمعت السيد الرئيس بنفسه بيتكلم في برج العرب في سبتمبر 20 بيقول إحنا هنعمل محاولة واثنين وثلاثة. صحيح. وده لمصلحة الولاد، فده مش حاجة يعني محتاجة، ده مش محتاج مجلس النواب على فكرة. تمام. يعني ده قرار الوزير فقط. طب مع الوزير ليه طلب عندك؟ اتفضل. لا تتخلى عن حلمك بتطوير التعليم. لا، ما حضرتك ابتديت السؤال بما يعني يشرح للناس. احنا اسهل حاجة عندنا ان احنا نتخلى عن الحلم وما نعملش حاجه خالص. تمام. ونبسط الثمانين في المال، ولكن دي جريمه في حق مصر وجريمه في حق مستقبل التنميه في مصر، ولا غنى عن يعني ان احنا نتعلم وننمو بحريا وننمو علميا ومعرفيا عشان نحافظ على الكل اللي بيتم على الارض دلوقتي. يعني الدكتور طارق شوقي يعد أسامة كمال ويعد المصريين أنه لن يرتكب هذه الجريمة. لا، احنا مكلفين من السيد الرئيس بمهمة، ودام مكلفين لازم نستكملها إلى نهايتها. فاحنا ابتدينا بناء نظام تعليم جديد ومشينا فيه 6 سنوات كاملة من المناهج، ومشين في بقيته، وفي نفس الوقت بنبني المنصات دي وبنعمل كل النقلة دي وندرب السادة المعلمين، وهنخدم كل أولياء الأمور اللي عاوزين يعلموا ولادهم تعليم مصري مجاني حكومي راقي باذن الله. واحنا ورا اي حد هيبقى بيسعى انه يخلي مصر المستقبل افضل، واحنا شايفين ان هذه الجهود تؤدي الى هذه النتيجه. ان شاء الله ربنا يوفق حضرتك وباقي الزملاء اللي مع حضرتك اللي بيشتغلوا على هذا الموضوع. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. خالص الشكر لمعالي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني